مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. اتحاد نقابات السائقين ان كان للشاحنات او للسيارات العموميه يعني عم بيطالبوا اولا للدعم البنزين، لانه بالنتيجه بدهم، هيدا هو المورد الرزق، هي هالسياره والاليه. اثنين، الغاء المعاينه. والمواطن اللبناني اللي كمان اليوم عم بيطالب بالغاء المعاينه لانه في خوف من الكورونا، وحدا ياخذ لهم السياره ويطلع بالسياره ويعقموا السياره، يعني الى ما هنالك من الامور اكثر ما هو قضيه الدفع. هن مفكرين انه المعاينه انه هي رسم، هي اكثر من رسم. الواحد يتاكد من سلامه السياره حفاظا على الركاب وعلى السائق وعلى طبعا اصحاب هالسياره. هي هيدي مبدا المعاينه الميكانيكيه قبل الرسم وقبل اكيد موضوع قبل ما يكون في كورونا. بس اليوم مع جائحه كورونا يعني الناس متخوفه جدا بموضوع المعاينه الميكانيكيه، فبيضموا صوتهم لصوت اتحاد السائقين انه اذا تلغى وبده يبقى الرسم بيدفعوه، ولكن ان تلغى بسبب انه قضيه الكورونا والتعقيم وغيره. موضوع اخر هو موضوع الدعم يلي بدي احكي فيه ببدايه الحلقه، لانه وزراء بيطلعوا بيقولوا خصوصا بموضوع اللحوم انه اذا بقي الدولار الموازي 12,000 بيصير كيلو اللحم 120,000. غرد وزير الاقتصاد بهذا الموضوع. اليوم حاولت احكي مع الوزير الاقتصاد او مدير عام الاقتصاد، ما قدرت احكيتهم لانه اللي فهمته من معالي وزير الزراعه انه وزاره الزراعه دورها بموضوع الدعم المواشي هو دعم تقني، دعم يعني دور تقني فني اكثر ما هو دور اخر. وبوقت من الاوقات ساعدت الوزاره بهذا الموضوع لدرجه يمكن ستتهم انه هي ما عم بتطبق الدعم، بالوقت يلي وزاره الاقتصاد هي معنيه بموضوع كل شيء بيتعلق طبعا بالاسعار وبالمواصفات وغيره. يعني اليوم وزاره الزراعه مسؤولياتها الشروط والمواصفات الدخول، وبتوقف هون العملية إذا شهدت المنشأ، هاي هون بتوقف عملية وزارة الزراعة. ولكن وزارة الاقتصاد هي اللي بدها تراقب هالمواشي كيف انباعت وين باعت وين موجودة شو عم بيصير. فأنا بدي أطلب من معالي وزير الاقتصاد، ما بيكفي خبرنا أنه بده يصير بال 120,000، بيكفي أنه بس يتابع على القليلة المواشي الحية يلي عم توصل، وينعرف لمين انعطت، وهل فعلا رفع الدعم اليوم. يعني في سؤال عم يطرحوه الناس، نحن اليوم نرفع الدعم عن اللحوم، الناس بدها تعرف، وما في الا وزير الاقتصاد بيقدر يخبرنا اذا رفع ولا لا. لانه بلبنان حاليا اذا بدي احكي عن المواشي الحيه في 35,000 بقره موجوده بلبنان اليوم، ولكن ال 35,000 اسباب بيقولوا انه اما الباخره ما اندفعت ما بقى فيهم يجيبوا، ما بقى فيهم ينطروا حتى يقبضوا الدعم، يعني حتى يقدروا يتصرفوا، عم بيبيعوا على ذوقهم، يعني ما في ضبط لهذا الموضوع. والمواطن اللبناني دائما المستهلك هو الضحيه بكل شيء. يا بدنا دعم ونحدد كيف بده يكون الدعم، يا يقولوا للعالم ايه ما في دعم، بيعرفوا العالم انه ما في دعم. واذا عم بحكي بس عن اللحوم والمواشي الحيه وغيره، هيدا الشيء كمان بموضوع المواد الغذائيه اللي ما بيقطع نهار علينا، يا بتعاونيه يا بسوبر ماركت في مشكل عم بيصير. في سوبر ماركت شالت ما بقى عندها شيء اسمه دعم، بالمرة شالتها، ولكن في بعض السوبر ماركت عندها بعض المواد المدعومة وعم بيصير في مشكل على كل مادة من المواد. يا بدنا دعم، يا بدنا ندعم اللحوم ونقول مدعوم وسعره هالقد، يا بدنا نقول كمان المواد الغذائية شو المدعوم وسعره هالقد وهالقد متوفر، يا يعني بدنا نشوف المواطن كيف بده يتصرف. في إنا بالموضوع للحقيقة، في إنا كتير كبيرة، وفي مسؤولية بتقع على الوزراء المعنيين. نحن ما بيهمنا طلع يخبرونا عن المشكلة، بدنا اللي يقولنا حلول وينظبوا الموضوع، والمراقبة، لأنه اللي عم بيصير للأسف الشديد كل شيء مدعوم رايح للمحسوبيات، يعني نقول محسوبيات يعني نقول فساد. هل راضي هيدي الحكومة التصريف الأعمال ينحكى عن فساد وعن محسوبيات؟ وهي لما اجت انه بدها تشيل الزير من البير، لا قادرين نعمل حكومه ما حدا بيحكي مع حدا، ولا قادرين نضبط الوضع، ولا قادرين ناكد انه الدعم
كيف بده يكون للناس؟ طيب شو قادرين نعمل؟ نترك هيك الفوضى؟ والجوع كافر، هذا الشيء بحب أقوله بداية الحلقة. نحن رح ننتقل مباشرة ونرجع منتابع الحل عنا. نتابع الحل عنا عبر الام تي في. يعني نحن كلبنانيين يا ريتنا حريصين قد الدول انه يكون عندنا حكومه، يعني كل الدول الصديقه اليوم عم تشتغل ليكون عندنا حكومه، يلي هو شيء طبيعي باي بلد يكون عنده حكومه حتى تنتظم مؤسسات. ونحن بلبنان وكان ما فرقانه معنا للاسف الشديد، او اذا فرقانه معنا بعدها عم نلتها باشور كثير كثير اكيد ما بيتمناها الشعب اللبناني، خصوصا بهالظروف الصعبة والدقيقة اللي عم بمر فيها لبنان. بمن المسؤول معي على الخط مباشرة؟ نقيب أصحاب وكالات السفر والسياحة في لبنان جان عبود، يعطيك العافية. استاذ جان نقيب، يمكن قطع الاتصال مع النقيب، طولنا عليه لأنه كنا عم نتابع أكيد زيارة وزير خارجية مصر إلى غبطة البطريرك الرعي. موضوعنا اللي بدنا نطرحه مع الأستاذ جان هو موضوع تذاكر السفر وارتباطها بموضوع الكورونا، خصوصا انه لما عم يشتروا البعض تذكرة السفر عم يدفعوا السلف الإقامة بالأوتيل بالوقت يلي الدولة اللبنانية مؤخرا اللجنة الوطنية يعني لإدارة الموضوع الوباء ألغت شيء اسمه الفندق بموضوع الكورونا، ومن هيك يلي دافع شو بيعمل، وفي البعض منه ما عم يرد له المصاري. بس حبيت وضحها لأنه إجينا اتصالات بهذا الموضوع حتى نشوف كيف عم يتعاملوا اليوم مع تذاكر السفر بشأن الكورونا وموضوع الفندق. شغلة تانية تيصير معنا النقيب على الخط، صار معنا نقيب، يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا ما بدي أسألك نقيب عن حركة السفر بهالأيام هيدا، يعني إن شاء الله مع جائحة كورونا وترجع تزبط الأمور ويرجع لبنان يكون وجهة سياحية مهمة، ولكن لا شك أنه في ارتباط اليوم بشراء تذاكر السفر مع الفندق يلي مؤخرا صدر تعميم بإلغاء الإقامة بالفندق لحين ما تصدر نتائج بي سي آر، والبعض منهم بيكونوا عاملين بي سي آر بالبلد قبل بيوم، يعني أخدين النتيجة بيوصلوا بدهم بي سي آر تاني. ياريت فيك توضح لنا شوي موضوع السفر بهالأيام هيدي وتذاكر السفر والأسعار، هل هي بالدولار فريش ماني، كيف عم بتصير؟ الحقيقة عدة عوامل هي أثرت على قطاع السياحة والسفر وقطاع الطيارة. نعم. بالمجمل يعني عامة يعني بكل العالم قصة كوفيد 19 كان لها أثر كبير، يعني تراجعت الحركة الملاحة الجوية بحدود 75-80%. بس بما يختص بلبنان هيدي الجائحة أثرت سلبا، وأضيف إلى ذلك يعني الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد. الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد أدى إلى تراجع شغل حركة السياحة والسفر بلبنان إلى 95%. يعني نحن بال 2018 كنا نشتغل شهريا بحدود ال 65 مليون، يعني هذا سوق قطع التذاكر عم بحكيك عنه، كنا نشتغل بحدود ال 65 مليون دولار بالشهر. هلا مؤخرا مش عم نبيع 5 او 6 مليون دولار، يعني هيدا يعني في اسباب موجبه ادت لهالامور هي. السبب الرئيسي عن كوفيد 19، السبب الرئيسي هي قصه عدم قدره الشركات على تحويل مصرياتها من بيروت الى 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 الى, إلى مصدرها، يعني الى الشركه الام. نعم. يعني في شركات اجنبيه تشتغل بلبنان عم بيبيعوا بالسوق اللبناني، عم بيقبضوا مصاري من السوق اللبناني، هذا عم بحكيك قبل اكتوبر يعني. نعم. 2019. فهيدول صار في يعني بلوكت فند، يعني عمله مجمده لهالشركات بيتعدى ال 200 مليون دولار. وكأن إيه بسمعت اليوم انه في تخوف من انه مصارف اجنبيه ما تعود تتعامل مع المصارف اللبنانيه، بيأثر هالشيء كمان بقطاعنا تسكرت من اول ما صارت القيود المصرفيه. نعم. يعني بطل فينا نحول لعملاء لسبلاير الا برا، وبطل فينا نشتري من برا الا بالفريش مان. نعم. هيدي يعني هالقوانين هيدي جبرت شركات الطيران انه تتحول
من قبض بالعملة بتشيك دولار أو بالعملة اللبنانية إلى فريش ماني دولار لحتى تقدر تسدد مصاريفها، لأنه المصريات اللي موجودين عندها بحسابها بلبنان ما عم بفوتوا بالميزانية العامة طبعا شركات طيران أجنبية. على هذا السبب اعتمدت شركات الطيران، في شركات طلعت من السوق اللبناني وفي شركات بقيت بالسوق اللبناني بس بشروطها. نعم. يعني في شركات لحديت هلا من اول السنه او من 7-8 اشهر لتاريخ هلا بيقبضوا 80% بالفريش ماني و20% بتشيك دولار او بعمله لبنانيه بوازي 3900. نعم. عرفتي كيف؟ نعم. هلا التوجه صار في اجتماع بين نقابتنا، نقابة وكالات السياحة والسفر، وبين منظمة الطيران الدولي الأياتا. نعم. وتم لحتى ما نخسر هالمنظمة انه تطلع من السوق اللبناني، رح يتحول مبيعاتنا من مبيعات بتشيك بقسم بتشيك وقسم بالدولار تشيك الى كله فريش ماني. يعني صرنا مجبورين نبيع ابتداء من 1 حزيران، رح نبلش نبيع بالفريش ماني وندفع بالفريش ماني. هيدي بس يعني حفاظا منا على استمرارية منظمة الطيران الدولي ببيروت. يعني إن شاء الله لوقت يكون إذا طلعنا من هالسيستم بدنا نخسر وجود منظمة الطيران الدولي ببيروت. نعم. جبرنا إنه ننتجه لهالتدابير المؤقت، نحن سميناه temporary period، رح يكون على سنة لنشوف كيف بده يتطبق مزبوط وكيف بده يكون حركة السوق اللبناني. بس نحن بتصورنا بالأزمة الاقتصادية والمالية الحالية اللي موجودة على اللبنانيين، بطل في عنده لا عنده دولار ولا عنده قدرة شرائية اللبناني. أنا برأيي الخاص في 2-3% بيقدروا يتحملوا تكاليف سفر أو تكاليف إجازة لألهم أو لعائلتهم أو لأولادهم برات لبنان. 2-3% يعني نحن سوقنا تراجع بحدود 95%-96%، وإذا ضل وضع الاقتصادي والوضع المالي بهالشكل هيدا والوضع السياسي بعتقد أنه نحن رايحين إلى زوال كصناعة طيران وصناعة سياحة والسفر. يعني إن شاء الله من هلأ لأول حزيران يكون صار عنا حكومة وترجع تنتظم شوي بالأمور بالفريش دولار. بنقبض فريش دولار وبندفع فريش دولار. وللأسف ما بنعرف كيف بيكون السوق الموازي، لأنه ما حدا ما فيش شيء ثابت، لأنه لنا سنتين من طالب فيعملوا لنا منصة للسوق قطع الطيران، لأنه سوق كبير يعني، وحرام أنه شركات أجنبية توقف رحلاتها على مطار بيروت. يعني تصوري أنه مطار بيروت من دون الأير فرانس مثلا أو من دون الأميريتس أو من دون القطرية، عرفتي؟ يعني انعزال دولي إذا بدك بسبب الفريش ماني والدولي. طبعاً بطل في ثقة عند الشركات الدولية بهالبلد. برأيك المغتربين أو الانتشار، يعني اليوم مع انهيار للأسف الليرة بالنسبة لإلهم اللي عنده بالعمل اللبناني، الانتشار الكبير البعيد، يعني الانتشار البعيد ما بقدر ما اجى على لبنان ولا راح يجي، لانه ما عاد عندهم ثقه، حطوا مصرياتهم بالبنوك. الانتشار القريب ما عندنا انتشار قريب، نحن عندنا اكسباتيوس، يعني عندنا لبنانيين بيشتغلوا بالخليج وبافريقيا، هدول اللي عم بيروحوا او بيجوا وبعدهم لحديت هلا عم بيحركوا الوضع الاقتصادي شوي. نعم. يعني السياحه الوارده كانت مشاركتها بالدخل القومي بحدود 9 مليار و600 مليون. فبعتقد انه هلا بهالوضع هيدا ما حدا عم يجي. هلا بالنسبه للاجنبي اكيد القوه الشرائيه، يعني الاوروبي او الاجنبي اللي بده يجي كسياحه على لبنان اكيد بيقعد بلبنان بكل رياحه وبيصرف بايده وباجره وما بيشكل له اي، يعني ما بيشكل مصاريف 100%. يعني عرفتي كيف؟ بالنسبه لهبوط الليره، بس السياحه من دون عامل امني واستقرار أمني وسياسي ما بيجوز، لأنه السياحة وبيكون معك مصاري، والسياحة بدك تكوني بالمورال تبعك نفسيتك مرتاحة لتأتي. هلا نحن في عنا أزمة اقتصادية، طلع عنا أزمة عدم تأليف حكومي ومناوشات سياسية وحتى أمنية، يعني عم يحكوا بالأمور الأمنية، هيدي قصة عيب. وأمور استقرار، عدم استقرار سياسي وأمني يعني ما بيتلاقى مع السياحة، على السبب نحن مضروبين نهائيا. نعم. بس عندي، بس إذا عندك جواب على موضوع الفندق وقضية التيكت، يعني إذا بعده عم بينحسم الفندق ولا لا، لأنه التغى شيء اسمه فندق أو بي سي آر، بيبقوا عاملين بي سي آر، بيجوا بيعملوا بي سي آر وبياخدوا على البي سي آر. في إلا حل. البي سي آر أكيد كان عم بيشكل شوية يعني
شيء نيجاتيف بالسياحه، بس بعتقد هلا الايات عملت هيدا مش راح يكون العامل السلبي. نعم سلبيته هي بس توضيح للمسافرين انه عم يسالون هلا الايات عملت شيء اسمه ترافل باس. هيدا الترافل باس بيعملوا له انتجريشن على سيستم شركات الطيران، وبصير كل واحد عمل بي سي ار بيحط البي سي ار تبعه بهالترافل باس، وهالترافل باس بيمرق هالمعلومات للجي دي اس. الجي دي اس هو سيستم شركات الطيران، يعني نحن فايت بالسيستم تبع لبنان. تقنيا انحلت يعني ما بلبنان. بلبنان ما طبعا فايت بالسيستم. سيستم بيركب وورلد وايد بالتعامل مع شركات الطيران والمراكز الصحيه، يعني مثل وزاره الصحه والطيران المدني. هيدا تقنيا انحل. ما من هلا لاخر هيدا الشهر بصير نسبه تطبيقه على السيستم 100%. بيبقى قصه القوه الشرائيه تبع اللبناني والامور السياسيه والامنيه اللي موجوده بالبلد اللي هي عم تشكل عامل والغاء شيء اسمه كريدت كارد. اغلى طبعا كريدت كارد انترناشونال بطل فينا نقدر نطلعه للاسف. فريش ماني للاسف، يعني بده يكون في عندك فريش ماني او بده يكون في عندك كريدت كارد بالعمله الاجنبيه انترناشونال. يعني الانترناشونال يعني بدك تحطي فيه فريش ماني، كله راجع للفريش ماني. انا هذه امور معسره كثير بالبلد. ان شاء الله خير يا ان شاء الله. هذا اللي نتامله يا نائب نحن وياك. ان شاء الله خير، ما لنا الا الصلاه والصوم مثل ما بيقولوا على الله. ما اللي عم بقوله كنت انه قبل ما تصير معنا على الخط انه كل هالدول حريصه على لبنان ويكون عندنا حكومه، ونحن اللبنانيين لا حول لنا ولا، لانه بعضهم مين يعني ما بيحكوا مع بعضهم. خليني احكي، بدنا نصلي ونصوم تيحكوا مع بعضهم. شكرا لك نائب جان عبود ومتابعه. طبعا بمتابعتنا اتصالاتكم على 04444444 يلي سألوني بموضوع محطة نيو رودا ما فيها، ما عم بتضخ مي لأنه كان في عطل بمولد الكهرباء. هيدا كان سبب من الأسباب، أنه بعدين من كهرباء لبنان تجي يعني ما عم تجي بكميات أو بساعات كتير حتى يقدروا يضخوا. من هيك موضوع مولد الكهرباء هو اللي أثر على توزيع المي بالمنطقة. ما بعرف هاليومين إذا بتنحل المشكلة، لأنه كمان مفروض تأمين بتصور مازوت، لأنه هيدي مش بس بمحطة الروضة، بكل المحطات يلي اليوم توزيع يلي في عنده مولدات لازم يأمنوا لها مازوت، لأنه ما فينا نتكل على كهرباء لبنان بكل بساطة. باخد اتصال. ألو 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 بونجور. بونجور مدام، تفضلي. بونجور مدام. بونجور. عم تسمعيني؟ ايه اكيد. ايه عم بس هيدي بدي علم، كعلم بدي خبرك، بس خبري. سوري. بي سامعة؟ تفضل. سامعة؟ انا سمعتك بس قرري شو بدك. اكو عندك عم بيطلع ما عم بسمع. مدام بدك تسمعي. اه نورمال. في حد هون جنايك يسعي؟ في حدنا جنينه يسوعية. نعم. في تروتوارات داير مدى، وفي اذا بليز اذا عندك تواصل مع البلديه او اي قوه ام داخلي ما بعرف يهدوا لنا هالكليب. ما فينا نمشي، ما تواخذيني، ما فينا نمشي. قبل ما تسكري الخط، كليب شاردة ما فينا نمشي من الوسط. مدام الكليب. كليب شاردة؟ كليب شاردة؟ بهمني اعرف اذا كليب شاردة ولا كليب معه ناس. كليب شاردة مدام؟ لا معهم لا اذا معهم مفروض اذا معهم لازم هن يهتموا بالكليب يلي رح يحكي البلديه، بلكي بيعملوا شي جوله وبينبهوا العالم بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيك، عنا فاصل ومنتبع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في. باخد اتصال جديد. الو الو تفضلي مدام. الو بونجور مدام ريبيكا. بونجور. نعم يعطيك الف عافيه. اهلا فيك مدام ريبيكا. نحن امبارح رحت انا موظفه بنك قديمه، توجهت على الضمان لادفع اشتراكات استمراريه الضمان، كنت 3 اشهر مندفعها. نعم. رحنا على ضمان بدارو. نعم وزير الصحه
ده على العيد سكر البلد ثلاث ايام حتى ما يصير في تباعد اجتماعي والعالم ما تقصرين. صحيح. بدي من حضرتك بس توجهي نداء لوزير الصحه يروح على ضمان مداره. امبارح كان في بالقليله فوق ال 200 شخص فوق بعضهم كورونا على الحل. شو بدي اقول لك مدام؟ مش بس على الساعه 12 زل وهوان، اكثر من هيك ما بيصير. مدام مش بس ببدارو، يعني مدام بدارو بكل المؤسسات يعني العامة. يعني في طريقة إنه ندفعهم OMT أو ندفعهم بغير طريقة. أكيد نبحث هيدي مع مدير عام الضمان. أهلا وسهلا فيكي. يعني أنا اللي حكيت اللي عم نحكي شو النفع إذا بنعمل إجراءات بنعمل. مرسي مدام وصل الصوت تبعك. بس أنا اللي بدي أقوله كل المؤسسات العامة اللي بتتعاطى مع شؤون الناس واللي الناس المواطنين الصالحين يلي عم بيروحوا ليدفعوا ليعملوا واجباتهم لهيدا على القليلة ما عم يطلبوا إلا شغلتين. أول شغلة بدنا سلامة الموظف كمان، وخمان شغلة تانية إنه هالمواطن اللي راح يعمل أي معاملة إن كانت ضمان أو نافعة أو ميكانيك أو أي شيء أو مالية أو سوق أو عقار أقله يكون كمان في احترام للتباعد الاجتماعي للكمامة للعدد. أكيد إذا بده يبقى الموضوع هيك لشو عم نسكر البلد؟ ليه في ناس بتاكل زبط وفي ناس على غريب على بهالدولة اللبنانية ماشي والرب راعيها وما حدا بوقفها؟ طب ليه في ليه صائم ما يرشتي على سطح واحد؟ ليه شتي وصيف على سطح واحد؟ ليه في شيء ما انه مزبوط بهذا الموضوع؟ بحب الفت وانا بشكر كمان كل يلي عم يتعاطفوا موضوع الاطفال الحليب الاطفال، لانه لما حكيت عن حليب الاطفال كنت بعرف شو عم بحكي وبعرف قديش في عالم عم تتصل فيه يوميا انه بيبرموا عده سوبر ماركت وصيدليات ما عم بيلاقوا حليب للاطفال، وكنت عم بقول انه طيب الطفل يلي خلقان جديد تحت عمر السنه، طب هيدا اذا ما رضع من حليب امه طيب ما بيقدر حيلا حليب يعطوه. بقى من هيك انا قبل ما اخذ هالاتصال كارلا بدي اشكر انه الجمعيه يلي تواصلت معي ويلي عم بتامن حليب مجاني للاطفال اللي تحت السنه يعني اللي عمرهم تحت السنه. بدي احط كمان على الشاشه رقم جمعية جسد وروح لبنان بالبوشرية يلي رقمهم على الشاشة هو 763-327-813. بيقدروا على الواتساب يبعثوا أو سجل أو إخراج أيد عائلة ليبين أنه الولد عمره تحت السنة من شهر لسنة، لأنه الحليب الموجود هو من شهر لسنة وهو هولندي الصنع، وبالتالي إذا ما عندهم إخراج أيد عائلة وثيقة الولادة أقله وهن بيعطون موعد على الواتساب وبيجوا بياخدوا أكيد الحليب وأكيد أول دفع. يعني على السنة مبدئيا هلأ عم بيأمنوا الحليب، بس أول مرحلة شهرين حتى يتسنى الأكبر عدد من الأطفال إنه يطلع له حليب، وما أبدا إنه نمنع عنا هالمادة الأساسية. 763-327-813 على الواتساب. صورة اليوم نشوفها سوا. أنا بحب عايد أسرة الـ MTV ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ ميشيل جابرييل المور، وبتقول نحن كأسرة MTV خصوصاً أنه بعد ما رجعت الـ MTV على الشاشة هي صوت حر بالفعل بخدمة الحرية، وهي من مبادئها الأساسية المسؤولية الاجتماعية يلي نحن اليوم صوتكم صوت حر أكيد، ويلي أكيد المسؤولية الاجتماعية إضافة لمبادئ عديدة أخلاق مهنية وشفافية وموضوعية ورأي آخر. ما بدي أحكي عن الـ MTV ولكن بدي أقول مبروك للـ MTV خصوصاً أنه توقفت بفترة من الفترات، ولكن 7 نيسان 2009 رجعنا اللعنة من جديد ومستمرين بفضل ثقتكم وطبعاً بفضل إدارة الـ MTV اللي هي بالفعل هي صوت اللبنانيين إن بالعالم أو بلبنان. مبروك للـ MTV. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.